مش نبدأ بقى عشان نخلص بدري. تمام، تمام، هنتكلم ان شاء الله النهارده مع بعض عن درس من اخر الدروس اللي ممكن تاخدها في حياتك، انك ممكن تقابلها يعني لو في مثلا هتدرس 20 سنه في حياتك، فده ارخم درس ممكن تشوفه في حياتك. بعد الدرس اللي فات، والدرس اللي فات كان الشورت تيرم اناليسيس، وكنت بعتبره هو ارخم درس هتدرسه، لان كان الدرس ده المفروض ان هو هيتلغي، لكن لحسن حظكم ولانكم دفعه محظوظه ومكرومه بهذا الحظ الكامل والكبير والوافر، ف للأسف الدرس اتدرس. بنتكلم على حاجة اسمها اللونج تيرم اناليسيس اوف ويفز. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الشورت تيرم اناليسيس اوف ويفز اللي هو تحليل الموجة على المدى القصير، وقلنا ان تحليل الموجة على المدى القصير بيتكلم ان انا هحلل موجة في فترة زمنية قصيرة، بنسمي الفترة الزمنية دي حاجة اسمها سي ستيت او حالة البحر. قلنا ان انا عندي في حالة البحر دي عندي ممكن يوصل ل 500 او 1000 او 1500 موجة بتديني ارتفاعات معينة، فأنا مضطر عشان أقدر أدرس الارتفاعات فبدرس حاجة اسمها البروبابيلتي أو الكوميوليتيف دينستي فانكشن، اللي هو بدرس علاقة الارتفاعات باحتمالية ظهور كل ارتفاع معين. تمام، الدرس بتاع النهاردة أرخم سيكا، لأن أنا مضطر إن أنا أدرس لونج تيرم أناليسيس، فبعد ما كنت بدرس على سي ستيت واحدة لقيت عندي بقى أكتر من سي ستيت. طيب لما يبقى في اكتر من سي ستيت يبقى انا عندي اكتر من اتش اس. انا كان عندي سي ستيت واحده فكنت بلاقي اتش اس واحده. طيب لما يبقى في اكتر من اتش اس يبقى انا محتاج اعرف طريقه معينه لازاي ادرس الموجه على المدى الطويل. الاوت لاينز اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله النهارده، هندي انترودكشن كده نوضح فيها الجزء بتاع اللونج تيرم اناليسيس، بعد كده هنعرف ايه هي الويف كلايمت. والويف كلايمت يا جماعه عشان الناس اللي كانت حاضره المحاضره، يقصد بيها تحليل الموجه، بيئه الموجه، يعني تحليل الموجه على مدى طويل من اللي هو اللونج تيرم اناليسيس يعني. بعد كده هنعرف حاجه اسمها اكستريم ويف كلايمت اللي هو القيم القصوى لللونج تيرم اناليسيس. واخر حاجه هنتكلم فيها كشرح هي الريتيرن بيريود. وبعد كده فتعالى نشوف مع بعض في الانترودكشن هنقول ايه. احنا قلنا المره اللي فاتت ببساطه جدا، لو انا عندي موجه زي اللي قدام حضرتك دي، ودي بتمثل لي فتره زمنيه طويله جدا وليكن سنوات، فلو انا حبيت ادرس الموجه دي على مدار سنوات، ففي الحاله دي بنبقى بندرس الموجه في حاجه اسمها اللونج تيرم اناليسيس. لو خدت بالك ان الموجه اللي قدام حضرتك دي فيها صعود وهبوط، معنى كده ان هي موجوده فيها اكتر من سي ستيت. ادي سي ستيت واحده 2 3 4 بتتكون، ممكن تتكون من 10 20 30 50 الف سي ستيت. فلو درست الموجه في اكتر من ميني سي ستيت في الحاله دي بيبقى دراسه الموجه على المدى الطويل. طيب لو انا قلت لك خدت جزء من الموجه بخصائص معينه، يعني انا جبت الجزء ده زي المره اللي فاتت وخدته، في الحاله دي بيقول لك والله انا بيبقى عندي اكتر من ارتفاع في الموجه. فلو انا جيت ادرس اكتر من ارتفاع اتش معين للموجه خلال فتره زمنيه، الموجه بتبقى ماشيه بخصائص ثابته، فدي بنسميها سي ستيت معينه او حاله البحر. ففي الحاله دي بيبقى دراسه الموجه على المدى القصير. طب لو قلت لك يا هندسه لا انا عايز اخد كمان حته من الموجه صغيره جدا لمده ثواني، في الحاله دي الموجه بتبقى منتظمه زي ما درست اول وتاني محاضره، اول وتاني سيكشن، وبيتحول في الحاله دي لحاجه اسمها السانسيديال ويفز او الستاند ويف ويفز، ودي موجه منتظمه جدا، موجه منتظمه جدا بتتبع القوانين العامه اللي اتكلمنا عليها اول سيكشنين. فلو حبيت اعرف اللونج تيرم اناليسيز باختصار كده، يقول لك اللونج تيرم اناليسيس باختصار وببساطه جدا مقصود بيه ان انا هحلل وهدرس الموجه على مدار فتره زمنيه طويله جدا، ممكن توصل لشهور او سنوات او عقود. طبعا بما اني هدرس الموجه خلال فتره زمنيه طويله جدا، يبقى انا عندي اكتر من حاله بحر او اكتر من سي ستيت هتظهر لي في تحليل الموجه. تمام، طيب بما اني بدرس اكتر من سي ستيت، فطبيعي ان انا مش هيبقى عندي اتش اس واحده، فاتش اس هتبقى متغيره. يعني انا عندي لكل سي ستيت اتش اس، وانا عندي 1000 سي ستيت يبقى انا عندي 1000 اتش اس، وبالتالي يبقى انا عندي 1000 حاله بحر ب 1000 سيجنيفيكانت ويف هايت مختلفه.
طبعا بما ان الكليس اتغيرت فالتيبيك كمان هيتغير، لان انا هيبقى عندي حالات كتيره جدا وهنعرف ده بالتفصيل كمان شويه. وكذلك الاتجاه مش هيبقى اتجاه واحد، هيبقى عندي 1000 اتجاه ولا 2000 اتجاه، وبالتالي فانا بدرس موجه معقده جدا، موجه معقده من حيث الارتفاعات، معقده من حيث الزمن البيك بتاعها اللي هو الزمن الماكسيمم بتاعها، ومعقده من حيث اتجاهاتها كمان. الرسمة اللي قدام حضرتكوا دي بتوضح لي إذا كانت الموجة خلال فترة زمنية بتمتد لفترة زمنية طويلة جدا ولتكن عدة سنوات. لو أنا جيت آخد سي ستيت معينة وأطلع السي ستيت بره دي كده قدامي مني سي ستيت، فيطلع لي إيه؟ أدي الرسمة اللي أنا كنت مرسمها لك المرة اللي فاتت، وقلت لك إن تقريبا بياخد شكل السي ستيت، بتاخد شكل واحد، او بمعنى اصح مش شكل واحد، بتاخد اللي هي بيبقى فيها ارتفاعات بسيطه، بس بتكون الارتفاعات خصائص الموجه قريبه من بعض. لو انا خدت حته صغيره جدا خلال ثواني، فبتوصل لي للسنسيديوال ويفز اللي هي الموجه المنتظمه اللي احنا بنتعامل بيها. لحد ما انا واقف هنا يا جماعه، في مشكله؟ في حاجه مش واضحه؟ تمام 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 يا هندسة. لو في حاجة مش واضحة عرفني، أنا قلت لك الأوبشنات بدل الدرس صعب، أنا بقى يعني حقك تسأل في أي وقت. تمام. بيقول لك في شوية حاجات كده لازم تبقى عارفها بالنسبة للأمواج اللي هي اللونج تيرم أناليسيس. إيه هي اللي شوية الحاجات اللي أنا محتاج أعرفها؟ أدي موجة قدامك وأدرسها خلال فترة زمنية طويلة جدا، فبالتالي هي دي اللونج تيرم أناليسيس بالنسبة لي. بيقول لك إن تحليل الموجة على المدى الطويل هيديك توزيع برضه نظري لاحتمالية حدوث معاملات خصائص الأمواج. بس تاخد بالك، لو بنتكلم على معاملات خصائص الأمواج خلال سي ستيت معينة، فأنا قلت لك إن الخصائص دي بتكون ثابتة، بمعنى إن أنا يا هندسة هاجي هنا وأقوم قايل إيه؟ أنا هاخد سي ستيت معينة ولتكن السي ستيت دي، بس البوينتر معلق، فبالتالي خصائص الموجه ثابته، او هاجي هنا اقول لك انا هاخد خصائص الموجه دي. انما اللي قدام حضرتك ده حاجه مشكله كبيره جدا، لان انا عندي ارتفاعات وانخفاضات، عندي اكتر من حاله بحر، وبالتالي فانا محتاج يبقى في دراسه بطريقه جوهريه عشان اقدر استفيد واستغل اللونج تيرم اناليسيس، وهنعرف ده مع بعض كمان شويه. دي اول حاجه. تاني حاجه بقول لك ان خصائص الموجه، كل خصائص موجة معينة هتمثل لي حالة بحر معينة. طيب لو أنا جيت أتكلم على حالة البحر المعينة دي، فأنا بتكلم على تحليل الموجة على المدى القصير، وبدل هتكلم على تحليل الموجة على المدى القصير، فأنا هتعامل مع 3 معاملات ثابتين، أو 3 معاملات هما الأساس بالنسبة لي، HS التي بيك والسيتا. تمام. طيب لو أنا أتكلم عن دراسة الموجة في أكتر من HS بقى، ده ظهر لي مشكلة كبيرة جدا. لما هاجي ادرس اكتر من اتليس، فانا محتاج ابني مبدا الاحتمالات بتاعي مش على اتل، لا على الاتليس تاني. يبقى انا لو انا جيت ادرس علاقه الاتليس مع الاحتمالات، لان خلاص انا بقى عندي اكتر من اتليس في الموجه، فانا محتاج ابني مبدا الاحتمالات اللي انا كنت بعمله المره اللي فاتت ما بين اتل وما بين الاحتمالات، لا هيبقى ما بين اتل اس وما بين الاحتمالات، عشان اقدر ادرس الموجه على المدى الطويل. تمام. اللي هو بالنسبه لي الويف هايت ديستريبيوشن اناليسيز، بس في الحاله بتاعه اللونج تيرم اناليسيز هنسميها سيجنيفيكانت ويف هايت ديستريبيوشن اناليسيز، وهنعرف ازاي بنرسم باستخدام الطرق المختلفه. طيب ايه الفايدة من تحليل الموجة على المدى الطويل يا باشمهندس؟ ما احنا حللنا الموجة على المدى القصير وعرفنا أهمية تحليل الموجة على المدى القصير، وحلينا مسائل وعرفنا توزيع الاحتمالات كمان. ايه الجديد يعني عشان اقدر، عشان تخليني وتقول لي انا محتاج احلل الموجة على المدى الطويل؟ من الاخر كده يا جماعة عشان نبقى واضحين جدا، تحليل الموجة على المدى الطويل اهميته الرئيسية هي تصميم المنشآت اللي بتقعد فترة زمنية طويلة جدا. تفتكر لو انا هعمل هاربر مثلا، لو انا هعمل ميناء، المينا ده هصممه عشان يستمر لمدة 3 ساعات ولا يستمر لمدة 30 سنة مثلا؟ ثلاثين وخمسين سنة كمان. ممكن دي 100 سنة كمان، يعني مينا اسكندرية عندنا بقاله 100 120 سنة.
طيب ايه الفكره في ان اصمم مينا بيقعد 120 سنه؟ يبقى انا محتاج احلل الموجه خلال ال 120 سنه، محتاج اعرف ايه المنشا هيتعرض له خلال ال 120 سنه، محتاج اشوف اتجاهات الموجه خلال 120 سنه. المينا ده هيبقى فيه هيجان جواه خلال 120 سنه قد ايه؟ كل الكلام ده انا محتاجه. فعشان كده تحليل الموجه على المدى الطويل بيقول لك ايه؟ ليه غرضين اساسيين. اول حاجه انك تعمل لي جدول لبيانات ارتفاع الموجه، وده مهم جدا عشان اقدر احدد الموجه الماكسيمم والموجه اللي اكبر منها والموجه اللي اكبر منها والموجه الاقل منها عشان التصميم. لو انا اصمم مثلا فيرتيكال بريك ووتر اللي هو حاجز امواج راسي، الحاجز الامواج الراسي يا باشمهندسين انا عايز اعرف ارتفاعه. طيب الحاجز الامواج ده اهميته ان هو ما يخليش الموجه تعدي، يعني الموجه تفضل هنا. لو قلنا ده اسمه لي سايد، لي سايد يا جماعه يعني جانب المينا، وهنقول ان ده اسمه السي سايد اللي هو جانب البحر. فانا محتاج احدد الارتفاع اللي يخلي لي الموجه مثلا تفضل مستقره هنا، او ان عدد فقط معين من الامواج هيمر خلال حاجز الامواج بنسبه انا عارفها، بحيث ان انا لما يبقى الحاجات دي متاحه او بنسبه الموجه دي هتبقى موجوده، فانا مفروض لو انا البوتس او السفن هتستقر هنا اقول لها لا والله ده احنا مش محتاجينك في الفتره دي تكون مستقره هنا، لان انا عندي في موجه هتعدي فممكن تعمل لك مشاكل. فده بالنسبه لي اللي هو هنظم الارتفاع بتاع الموجه عشان اقدر اصمم المنشآت بتاعتي. اللي هو تاني حاجه بيقول لك ايه؟ انك تستخرج مجموعه البيانات التي توضح القيم القصوى، وخد بالك ده اهم حاجه انا هتكلم فيها النهارده. اصلا اللونج تيرم اناليسيز العنوان الرئيسي فيه والاساس فيه اللي هو الاكستريمز. انا محتاج اعرف القيم القصوى اللي هقدر اصمم عليها. بمعنى والله يا هندسه انا عندي 90 موجه هيتعرض ليها المنشا ده. الموجه الماكسيمم او اقصى ارتفاع هيتعرض ليها المنشا ده هي 12 متر. دي هيتعرض لها خلال فتره كام سنه يا باشمهندسين؟ خلال فتره 50 سنه، يعني كل 50 سنه الموجه دي هتتكرر. والعمر المنشأ ده كان 100، يبقى انا هيتعرض للموجة دي كم مرة؟ مرتين. مرتين. طيب لو انا قلت لك انا هصمم موجة، لا يا باشمهندس دي الموجة اللي 12 متر دي كبيرة، انا هروح لموجة صغيرة شوية ولتكن 8 متر واصمم عليها. انت بقى عندك مشكلة. ايه المشكلة؟ ان انت عندك في تخطي لموجة ارتفاعها 4 متر اتعدي الفيرتيكال بريك ووتر ده، انا بتكلم على الموجه فوق البريك ووتر لان هي بقت 12 وده بقى 8 فيبقى فيه 4 متر. طيب الموجه ال 4 متر دي ايه مشكلتها؟ بقول لك ان الموجه ال 4 متر دي لما تعدي المره لما تعدي السي سايد تقدر بقدره قادر تحول لك مسارات سفن، وبالتالي انت بقى عندك مشكله كبيره جدا. فانا محتاج اعرف القيم القصوى. ايه هي القيم القصوى يا باشمهندس؟ لو انا جيت ارسم علاقه ما بين السيجنيفيكانت ويف هايت والبروبابيلتي بنفس الشكل اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت بالظبط بنفس الطريقه، فيطلع لك ايه؟ ادي السيجنيفيكانت تو فايت. السيجنيفيكانت تو في فايت يا جماعه بمعنى صح ان انا عندي اكتر من حاله بحر خلال اللونج تيرم اناليسيس. فلو انا جيت ارسم البروبابيلتي دينستي فانكشن هي الرسمه اللي قدامك باللون الاخضر ده، وجيت ارسم الكوميوليتيف دينستي فانكشن هيبقى بالشكل اللي قدام حضرتك ده، فيطلع لك ايه؟ ايه القيم الصعبه والقيم المهمه جدا عندي في التصميم؟ هي القيم الكبيره في الارتفاعات، والارتفاعات بتكبر امتى يا باشمهندسين؟ كل ما اروح ناحيه اليمين. فبقول لك ايه؟ ان انا عندي القيم الكبيره دي هي دي المهمه. طيب القيم الكبيره دي انا محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف احتماليه التخطي بتاعها. بمعنى لو انا اصمم موجه ارتفاعها 10 متر، ادي ال 10 متر هنا يا باشمهندس اهو، ادي ال 10 متر هو الخط الاحمر ده. احتماليه التخطي لموجه، احتماليه التخطي للموجه اللي هي ال 10 متر دي قد ايه يا باشمهندس؟ فانا محتاج اعرف احسب احتماليه التخطي للموجه ال 10 متر دي عشان اقدر اصمم المنشآت وتكون المنشآت سيف بالنسبه لي. يبقى احنا متفقين ان انا اللونج تيرم اناليسيز محتاج ادرس الموجه خلال اكتر من سي ستيت، وان انا محتاج اعرف قيم الاكستريمز لان على اساسها هقدر اصمم المنشآت المختلفه. دول المهمين جدا بالنسبه لنا، وده اللي انا عايزك تبقى عارفه لان ده اللي احنا هنحل بيه اصلا.
الكلام اللي انا بشرحه ده كله يا باشمهندسين ليه كنت كنظري؟ عشان لو جه في الامتحان والدكتور قال لك اهميه تحليل الموجة على المدى الطويل مثلا، يعني اللي جاي ده بيقول لك اهميه دراسه الموجة على المدى الطويل. انا بدرس الموجة على المدى الطويل ليه اصلا؟ اللي هو بيسموها الويف كلايمت. ليه؟ بيقول لك انا عندي اكتر 5 اسباب مشهورين جدا. اول حاجه انك تعرف لي، او بيقول لك شوف التعريف الرئيسي بيقول لك ايه؟ اني بدرس الموجة على المدى الطويل عشان اقدر اصمم المنشآت البحرية. ايه هي المنشآت البحرية اللي عندك؟ والله يا هندسة انا عندي هنا بريك ووتر اساسي، اللي هو رابل موند بريك ووتر او المين بريك ووتر، عندي السكندري بريك ووتر، كمان عندي الارصفة، كمان عندي المساحة المائية. فانا محتاج اامن كل ده خلال فترة عمر المشروع. فانا محتاج اقول لك ايه؟ ان انا عايز اعرف اوزان الاحجار المكونة للحواجز الكومية. الحواجز الكومية ده يا باشمهندسين، هجري بس سلايد معينة، زي ما انت شايف كده، هي الحاجز مكوناته هي الحجاره. فازاي هقدر اعرف اوزان الحجاره دي؟ بقول لك انا بعرف اوزان الاحجار عن طريق ان انا اعرف وادرس الموجه على المدى الطويل، واعرف خصائص الموجه على المدى الطويل عشان اقدر اقول والله انا محتاج ايه الشكل المناسب للموجه. ايه الشكل المناسب يعني يا باشمهندسين؟ بص ركز معايا كده لان ده مهم جدا، لان بيقول لك ده شكل من اشكال الحجاره، ده موجود في اسكندريه يا جماعه، وده شكل تاني من اشكال الحجاره، ده موجود في راس البر، وده شكل تالت من اشكال الحجاره، وده شكل رابع وخامس وسادس. فانا محتاج اعرف اوزان الاحجار المكونه للحواجز الكوميه، مش بس الاوزان، انا محتاج اعرف الشكل كمان. يبقى خصائص الموجه على المدى الطويل بتقدر تساعدني في ان انا اعرف ده. تاني حاجة محتاج ادرس حاجة اسمها الاوفر توبنج، وعدد مرات حدوثه في حواجز الامواج. يعني ايه اوفر توبنج؟ حاجز الامواج قدامك بقى هندسة، تعال نروح للرسمة دي اوضح. ايه بقى الاوفر توبنج ده يا باشمهندس؟ والله يا باشمهندس بصراحة كده الموجة جاية لك كده، بيقول لك ان في احتمالية ان الموجة تتخطى الحاجز اللي قدامك ده، بيسمي احتمالية التخطي دي او الموجة اللي هتتخطى الحاجز ده حاجة اسمها اوفر توبنج. يعني اوفر توبنج يعني التخطي، من الاخر كده اوفر توبنج يعني حاجه بتعملها ايه؟ تنط، الموجه بتنط في فوق الحاجز، وده بيعمل لي مشكله. اه بيعمل لي مشكله. اللي قدامك ده بنسميه السي سايد، واللي قدامك اللي هو على الشمال الناحيه اليمين ده بنسميها اللي سايد. فانا محتاج اعرف التخطي هيبقى بموجه ارتفاعها كام عشان اقدر امن نفسي جوه اللي سايد او الجوه بتاع المينا، تمام؟ لان هنا كل السفن راكنه. هي دي الهندسة اللي انت قلت الاربعة متر فرق. اللي هو الاربعة متر فرق، الله ينور عليك يا مايكل. فانا محتاج ادرس الاوفر توبنج وعدد مرات حدوثه. هنعرف دلوقتي مع بعض واحنا بنحل المسائل ده بيتاخد في اعتبار ازاي. ايه يا مايكل؟ انت بتقول احنا بندرس على يعني على زمن 100 سنة، تمام؟ ايه؟ احنا لما ماشي بندرس على زمن 100 سنة مثلا، بالظبط. وانت بتاخد في اعتبارك ان مثلا احنا عندنا يعني في احتباس حراري وفي ارتفاع ميه اصلا بيزيد. انا بدر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، عشان ما اسيب لك. ماشي ماشي هرد عليك، بان السؤال ده غبي جدا. الرساله بتاعت الماجستير بتاعي اسمها امباكت اوف كلايمت تشينج اون كروب ووتر كونسامبشن، تاثير التغير المناخي على الاستهلاك المائي العصبي. انا عايز اقول لك ان التغير المناخي وتاثيره اللي انت بتتكلم عليه ده على سطح البحر يكاد لا يذكر. يعني انا عايز اقول لك ان خلال 100 سنه ارتفاع سطح البحر زاد 40 سم بس، فتخيل 40 سم هياثر على موجه 12 متر. أمال الهندسة ما كانوا عمالين يقول لك إن يا الدلتا هاكس حتمية خلاص تغرق مش عايز ادخل في نقاشات مناخيه، لازم كل الكلام ده هاكس يا مايكل. تمام. انا في شابتر في الرساله بتاعي كامل عن الموضوع ده، تمام. اخر تالت حاجه تمام. بيقول لك ان انا محتاج اعرف عدد ساعات السنه اللي هيكون فيها البحر هايج داخل المساحه المائيه. فين المساحه المائيه هندسه؟ اهي دي المساحه المائيه في المينا. انا قلت لك ان ممكن يحصل لي في فتره من الفترات تخطي، ان الموجه هتتخطى الحاجز الامواج. طيب لما الموجه تتخطى حاجز الامواج يبقى بقى جوه المساحه المائيه ما عادش مستقر. انا قلت لك عشان السفن تقدر ترسيها بسهوله ترسو يعني، فانا محتاج المساحه المائيه تكون هاديه جدا، ان الموجه فيها تكاد بتكون بتساوي صفر، بمعنى ان البحر فيها مش هايج او مستقر.
طيب لما البحر يكون هايج جوه المساحه المائيه، فالفتره دي بتسبب لي مشاكل وما ينفعش السفن تكون مستقره فيها داخل المساحه المائيه او داخل الميناء. رقم 4، ان انا ادرس الترسبات البحريه وكيفيه انتقالها. بمعنى والله يا هندسه، لو انا قلت لك انا عندي شكل كده، فسطح الميه كل شويه عمال بيغير من سطح من الشط. فليه؟ لان نتيجه الترسبات الميه عماله تاخد رمل وعماله تجيب لي رمل، تاخد رمل وتجيب لي رمل. طبعا اللي هو الشكل ده ما بيبقاش مستقر، لان الرمل اللي بتجيبه غير الرمل اللي هي بتاخده، فبيسبب لي مشاكل. فمحتاج ادرس الترسبات البحريه اللي ممكن تحصل وكيفيه انتقالها، عشان ده بيأثر لي على اخر حاجه اللي هي رقم 6، شكل مخطط توازن الشواطئ. شكل مخطط توازن الشواطئ ده لازم ادرس معاه. الاثنين دول مرتبطين ببعض جدا يا جماعه، ارتباط كلي. لازم ادرس معاه معرفه كيفيه حساب الترسبات البحريه وكيفيه انتقالها. اخر حاجه محتاج ادرس مدى تاثير انشاء الحواجز الكوميه. ولو خدت بالك ان كل كلامي في اللونج تيرم اناليسيز عن منشات، سواء كانت مساحه مائيه، سواء كان اوفر توبنج، سواء كان مخطط توازن الشواطئ، سواء كان الترسبات، كلها منشات وكلها حاجات على ارض الواقع. ادي حاجز الامواج اللي احنا هنصممه مع بعض، وهياخد مننا 6 ساعات تصميم ان شاء الله. 6 ساعات اخر سكشن لو حد فكر يقول لي. عشان كده انا اصلا اخليهم جمعه باذن الله من 8 الصبح ان شاء الله، هناكل كلنا مع بعض، هنفطر فطار جميل، وبعد كده نبدا السكشن، نصلي ونيجي نكمل. 6 ساعات لوحدك ليه؟ هنعبر خط بارليف 6 ساعات. انت هتسجله لوحدك، سجله لوحدك، وبعدين احنا بنسمعه بقى. بس اقسم بالله من دلوقتي السكشن مش متسجل، اقسمت بالله. خلصانه. خلصانه يا ابو. انت احنا مالنا يا باشمهندس؟ طب ده خلاص يا طارق، الكلام قضي الامر. بعد بقول لك سبق السيف العازل. خلصان. وانا مالي. معلش يا طارق، ان شاء الله انا هوضح لك السكشن. يا طارق نكمل ده عشان السكشن طويل جدا، لسه ما بداناش اصلا. ايه هي المعاملات اللي انا محتاج احللها بالنسبه للويف كلايمت او بالنسبه للونج تيرم اناليسيز؟ يعني ايه هي الحاجات اللي انا لما ادرس اللونج تيرم اناليسيز محتاج اعرفها بالنسبه لاي مينا مثلا او اي منشأ انا اعمله؟ محتاج اول حاجه اعرف حاجه اسمها الفانكشناليتي والاوبرابيلتي، بمعنى التشغيليه ووظيفه المينا. يعني انا عايز اعرف عدد ساعات المينا اللي هيكون فيه مساحه المائيه مستقره، وعدد ساعات المينا اللي هيكون فيه المساحه المائيه هايجه او البحر هايج، فده هياثر لي على تشغيليه المينا. يبقى دي المعاملات اللي انا محتاجها عشان اقدر احلل اللونج تيرم اناليسيز او اقدر احلل ويف كلايمت. ثاني حاجه المين كونديشن، الظروف العاديه. انا محتاج اعرف الظروف العاديه دي هتفضل مستمره قد ايه؟ الظروف العاديه دي هتحصل بخصائص ايه؟ ارتفاع الموجة هيكون عامل ايه؟ كده يعني. فانا محتاج اعرف الظروف العاديه. محتاج كمان ادرس اللونج تيرم ديستريبيوشن. يعني ايه لونج تيرم ديستريبيوشن؟ والله هندسه المينا خلال سنه حصلت لي موجه ارتفاعها 3 متر. طيب خلال 10 سنين لقيت في موجه ثانيه كده رخمه 6 متر حصلت. تفتكر لو انا زودت الفتره الزمنيه متوقع ان ارتفاع الموجه اللي انت بتدرسها يزيد ولا يقل؟ انت يا ابني لو انا زودت الفتره الزمنيه احتمال معلش السؤال كده تاني يا ريس. مهندس مهندس الصوت مختفي خالص.
تعبان من الاول هندسه عادي الكلام تاني. ومين اللي بيسجل يا جدعان؟ سلم يا بتسجل على اللاب؟ طب ليه ولا في حاجة ولا يعني انت احجاز الزفت انت يوم ما تظهر تظهر بنصيبة يا عم؟ يعني ده كونة يا عم انت ما تعرفش تحط لسانك جوه بقك وتسكت.